السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة فيديو جديد من قناتكم من منفاشهم. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. النهاردة هنشتغل مع بعض مشروع لذيذ كده وطعم. هنعمل بندانة بناتي للبنات الأمارات بمناسبة بقى الأعياد. كل سنة وانتم طيبين. كل ماما كده تعمل لبنوتتها بندانة حلوة كده أو سرسات تبع الطعم بتاعها. ان شاء الله باذن الله النهارده هنشتغل مع خيط اليز ديفا بيبي. طبعا خيط صوف ناعم وحلو قوي، حتى لو عملنا منه البندانه مش هتحرر ولا اي حاجه. قبل ما نشتغل الفيديو بتاعنا بقى ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، تفعلوا لي الجرس فضلا وليس امرا. ان شاء الله النهارده هنبدا البندانه بتاعتنا بغرزه الباف. طبعا احنا خدناها قبل كده على القناة وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. غرزة سهلة وجميلة. هنبدأ اول حاجة بالسلسلة، وبعد كده هناخد سلسلة كمان وناخد منها نطلع بحوالي 5 لفات. هي دي غرزة الباف اهي، 5 لفات يعني 5 عواميد. او 1 2 3 4 5 وبطلع منهم بسلسلتين، اقفل بسلسلة واخد سلسلة. طيب هبدأ البندانة بتاعتي دي ان شاء الله النهاردة على 12 غرزة باف عدد زوجي، تمام؟ عشان بعد كده هنبني على غرز الباف دي، هي غرزة الفيونكة اللي احنا هنعمل منها البندانة بتاعتنا. يبقى هنا غرزة الباف دي بتتكون من 5 لفات، بطلع منهم بسلسلة بقفل عليهم واخد سلسلة كمان، تمام؟ يبقى ده ايه بداية البندانة. بعد كده هاخد اخر حاجة بقى 4 سلسلة وانزل في اول الغرزة حشو. هبدأ بقى اطلع بالجنب الاولاني للفيونكة اهو، برتفع بالخيط واطلع كده الخيط لفوق عشان غرزة الباف تبقى باينة. باخد حوالي 7 لفات، مش حوالي، هو بالظبط 7 لفات، واطلع منهم 3 3 3 3 3 وفي الاخر غرزة واحدة. وبعد كده برتفع بسلسلة واطلع عليهم فوق حوالي 7 غرز حشو، يعني بعمل للفيونكة حرف عشان يبقى تبقى ايه باينة وثابتة قدامي. وبعد كده بنزل حشو كده، اول جنب للفيونكة ظهر معايا في الشغل. هرتفع تاني ب4 سلسلة واخدهم حشو تاني في اول الباف. بعد كده ارتفع بقى من الغرز الحشو دي، 1 2 3 4 5 6 7، باخد 7 لفات غرزة باف وارجع اطلع 3 3، بطلع منهم 3 3. اخر حاجة برتفع بسلسلة واطلع تاني عليهم غرز حشو، 7 غرز حشو. هي دي غرزة الباف اللي انا بكون منها الفيونكة، يعني حتى الفيونكة اللي انا بشتغلها للبندانة هي من غرزة الباف، تمام؟ يعني كل البندانة اساسها غرزة الباف. بس بفضل شغالة كده على الجنب الاولاني للفيونكات اهو لحد ما اخلصه، علشان هبدأ اقلب الشغل بتاعي واشتغل الجنب التاني زي ما انا اشتغلت بالظبط في الجنب الاولاني. ليه؟ عشان انا عاملة هنا دلوقتي في الجنب الاولاني ده الجزء الاول للفيونكة، فهي مش هتبان قدامي ان هي فيونكة، مش هتبان غير لما انقل على الطرف التاني او الجزء التاني من الشغل، تمام كده؟ اهو برتفع، لازم ارتفع بالخيط كده بتاعي عشان الغرزة تبقى باينة وواضحة والفيونكة تبقى باينة وكبيرة وحلوة. هي اساس غرزة البرف في ارتفاع الخيط بتاعها، برفع الابرة بمسافة معينة للخيط عشان يكون لي غرزة باف واضحة وحلوة. كل واحدة على حسب ايديها في الشغل بقى، في ايد ضيقة في ايد واسعة، تمام؟ حتى الايد الضيقة لازم تأقلم نفسها انها تظبط الغرزة. اهو بنرتفع بالخيط 7 لفات، بعد كده بطلع منهم 3 3، برتفع بسلسلة وعيد عليهم تاني 7 حشو من فوق.
زي ما انا قلت لكم عشان الفيونكة تبقى باينة وواضحة. خلصت كده، اخر حاجة هنزل حشو بقى في اول غرزة بف انا عملتها. كده خلص الجنب الاولاني، هننقل بقى على الجنب التاني، هرتفع باربعة سلسلة وانزل حشو وابدأ بقى ارتفع بالخيط التاني بتاعي واكون غرزة البف للجنب التاني للفيونكة اهي، واعمل زي ما عملت في الجنب الاولاني بالظبط. وهنزل بعد ما اخلص الحشو، وهنزل بعد ما اطلع من السبع لفات هطلع عليهم برضو حشو سبعه، وانزل حشو بخ بعد ما اخلص في غرزه البف من طرف غرزه البف. تمام اهي، هطلع تاني اربع سلسله اهو. كده احنا شغالين في الجنب التاني اهو، هطلع كده اربع سلسلة وانزل حشو. تمام، بعد كده هرتفع برضو علشان اخد السبع لفات بتوع الفيونكة من الجنب التاني عشان تظهر لي اول فيونكة دلوقتي بعد ما اخلص اللفات دي اهو. سلسلة بقى واطلع عليهم تاني حشو، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. خلصت، هنزل حشو بقى في اخر البف اهي. اول فيونكة اتكونت معايا، شفتوها شكلها حلو ازاي؟ بعد كده برتفع باربعة سلسلة وانزل في اخر غرزة البف حشو، وبعد كده هرتفع بالسبع لفات بتوعي عشان اكون الفيونكة التانية. خلاص كده احنا عرفنا بنكونها ازاي، وبنرجع على راسها من فوق حشو تاني ازاي عشان نثبتها ويبقى شكلها واضح اهي. ده تاني فيونكة معاكم، بس هنمشي بقى على كده كل البندانة لحد ما نخلصها، وبعد كده بقى زي ما انت عاوزه تعملي لها الديكوريشن اللي انت عاوزاه، تحطي لها خرز حسب اللبس بتاع البنوتات. يعني انا حطيت خرز فوشيا عشان الطقم اللي انا كنت عاملاه كان طقم للعيد لبنوته، كان طقم فوشيا ابيض برضو فوشيا. تمام اهي، هي دي الفيونكات بتاعتي، بصوا شكلها جميل ازاي. بندانة سهلة جدا وبسيطة ورقيقة، وما خدتش شغل ربع ساعة بالظبط، وما خدتش خيط كمان. يعني بواقي الخيوط تقدري تعملي بندانات بألوان متعددة، يعني طبعا كل واحدة عندها بنوتة بتحب تدلعها بقى ولبسها جميل وتعمل لها بندانات وتوك. البنات لبسهم جميل. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، والشغل يكون سهل والبندانه تكون سهله. بعد كده بعد ما بنخلص اخر فيونكه بقى ببدا ايه اشتغل حوالي 20 سلسله كده، لان انا بداتهم من الناحيه الثانيه وبنيهم من الناحيه دي علشان يبقوا رباط للبندانه. بعد ما باخد السلاسل بروح طالعه عليهم بغرز حشو عشان يبقى الرباط بتاع البندانه عريض شويه، ما بقاش رفيع يضيق في الربط والفك. بس كده خلصت البندانه. يا رب يكون الفيديو سهل النهارده وجميل ونقدر ننفذه، واشوفكم دايما في شغل جديد من قناتكم مرمون فاشون. تنسينيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وتفعلوا لي الجرس فضلا وليس امرا. ودايما يا رب كده اشوفكم في الاعياد وفي المناسبات الجميله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. خلاص كده هنخلص شغلنا وننضفه بإبرة التنظيف عشان يبقى الشغل نظيف وحلو. يلا اشوفكم فيديو جديد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.